أكد مواطنون من أهل الموصل أن داعش على مدى نحو 3 سنوات لم يطبق ما وعد الناس به، موضحين أنه جاء باسم الدين لكنه سرق الممتلكات العامة والخاصة وقتل العديد من الأبرياء بأساليب قتل وسرقة ممنهجة. أنشأ تنظيم داعش دويلة صغيرة في الموصل، قام من خلالها بإنشاء دواوين للجباية وللأموال وللعقارات وللإيجارات ولمصادرة الأملاك، واعتبر بعض المواطنين مرتدين. كلما كانت تزداد شوكة داعش كلما كان تسلطه يزداد على المدنيين في الموصل. يعني أهالي الموصل خلال أول 4 أشهر من احتلال داعش للمدينة يعني تفاجأوا بأنه كل ما سمعوا عنه قبل دخول داعش وأثناء دخول داعش يعني لم يكن إلا فقاعة خدعوا بها. أهالي الموصل يعني استفاقوا في ليلة وضحاها على أنه من يحمل جهاز هاتف محمول يقتل، من يدخن السجائر يقتل، من يشرب الخمر يقتل، المرأة التي تخرج بدون نقاب تقتل. يعني أصبحت حياة المواطن الموصلي بين الخوف والقتل. تنظيم داعش ركز على موضوعين خلال احتلاله للموصل، أولا جبي الأموال، ثانيا قتل الأبرياء. القتل الممنهج اللي كان يتبعه داعش بحق أهالي الموصل كان لغرض معين، وهو تخويف من يعني يريد الانتفاضة على التنظيم أو من يريد مخالفة التنظيم. جوب الدين والإسلام والهاي يعني، وبعدين أشو طلعوا عن الدين وعن الإسلام وعن هذا، يعني كله قام حرام. يعني الإزار أبسط شيء، الإزار هذا يعني سنة ما فرض. اللحية، الصلاة الصلاة الصلاة، وهم أكثرهم يعني يفترون بالشارع ما نشوفهم يصلون. إحنا بالجامعة هم سيارة تفتر إيمتى يصلوا.